الفل على كل اللي بيشوفونا وبيشوفوا فقرة إين بوكس في الكبسولة اللي بنبقى بنتكلم فيها على كل حاجة تخص الأدوية والصيدلة، واللي بيبقى مشرفنا فيها دكتور باهر السعيد. ازيك يا دكتور؟ أهلا بك يا رحمة. عامل إيه؟ ازيك يا دكتور؟ منورنا كالعادة. الله يكرمك، شكرا. ندخل على نصايح في الكبسولة. نصايح في الكبسولة، أول حاجة هنتكلم عن إيه أفضل أكلات ممكن ناكلها عشان نزود طول الشعر وكثافته. ستات كتير بتهتم بحاجة زي كده، في أكلات معينة لو اهتميتي بيها ممكن ما تحتاجيش تاخدي مكملات تطول شعرك، أو ممكن تركزوا لأطفالكم، يعني عندك بنوتة عايزة شعرها يتقل، إيه الأكلات اللي تركزي فيها عشان شعرها يطول كده ويبقى جميل؟ أول حاجة البيض طبعا. البيض مصدر مهم جدا للبروتين والبيوتين. في ناس بتشتري بيوتين غالي، البيوتين ده موجود في البيض بنسبة عالية، فهو مهم جدا لنمو الشعر. تاني حاجة التوت والفراولة. التوت والفراولة، التوت فيه مضادات أكسدة وفيتامينات بتزود نمو الشعر. الفراولة فيها فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا عشان إنتاج الكولاجين سواء للبشرة أو للشعر. وفي نفس الوقت هو بيزود نمو الشعر وبيزود امتصاص الحديد كمان. الفيتامين سي. تالت حاجة المحار، المحار، محار البحر، محار البحر، المحار اللي احنا بنقول عليه ام الخلول والحاجات الجميله دي، والجندفلي. الجندفلي مش اللي لونه اسود يا دكتور؟ المهم المحار. بالظبط، المحار اللي بيبقى صدف. ماشي. المحار ليه بقى هو مهم جدا؟ المحار من اهم المصادر للزنك، واحنا عارفين طبعا اهميه الزنك للشعر، رقم واحد للشعر هو الزنك، فمصدر مهم جدا للزنك، فعشان كده بيساعد على نمو الشعر وزيادته. يبقى المحار حاجه مهمه جدا. كمان السبانخ. السبانخ فيها حديد، وفيها فوليك. يعني احنا عارفين اهميه الفوليك في تطويل الشعر وكثافته، وكمان فيها فيتامين سي وفيتامين الف. في كمان الجمبري. الجمبري برضو مهم جدا، الجمبري مصدر مهم برضو للفيتامين بي والزنك والحديد، وفي برضو قدر معقول من الأوميجا 3، كل ده بيزود برضو الشعر. في برضو الأسماك الدهنية بصفة عامة زي المكاريل والتونة والحاجات دي، برضو فيها أوميجا 3 زيادة، فبرضو مهمة لصحة البشرة وصحة الشعر. في كمان المكسرات. المكسرات فيها فيتامين اي وفيتامين بي وزنك، غير كمان ان فيها الاحماض الدهنيه الاساسيه اللي محتاجينها، برضو مفيده للبشره ومفيده للشعر. في البطاطا الحلوه، البطاطا مش البطاطس، البطاطا الحلوه. البطاطا برضو فيها فيتامين الف بنسبه عاليه جدا، وده برضو مهم لصحه الشعر ونمو الشعر وان الشعر يطول. كده يا دكتور احنا اكيد الحاجات دي ركزوا مع اولادكم، احنا داخلين على المدارس وكل البنات الصغيرين بيبقوا عايزين شعرهم يبقوا جميل، فاللي ما بتحبش الحاجات دي يبقى انت كده هتخسري. طب معلش يا دكتور هسالك هساله بس السؤال، هو ده ممكن تاخده ست كبير يعني ست كبيره يعني اي حد، مش للاطفال بس وللاطفال كمان وللرجاله مش للسيدات بس، احنا بنقول الحاجات اللي فيها فايدة أكتر للشعر بسرعة. هم البيض، والتوت والفراولة، المحار، السبانخ، الجمبري، الأسماك الدهنية زي التونة والمكاريل والحاجات دي، السبانخ زي ما قلنا، وكمان المكسرات والبطاطا الحلوة. حلوة. تاني نصيحة. هنقول مشروب لتنظيف القولون. في ناس دايما في التعليقات عندنا وفي السوشيال ميديا تسألنا احنا عايزين مشروب ينظف لنا القولون من الفضلات ومن الحاجات السامة اللي في القولون عشان القولون يرتاح والجهاز الهضمي يسترد حركته المظبوطة. حاجة صحية طبعا، في أنواع كتير جدا. احنا هنتكلم النهاردة عن حاجة ظريفة جدا. لو جبنا معلقة عصير تفاح مع معلقة خل خام، خل أبيض، خل خام، مع معلقة عسل نحل في كوباية مية وشربناها كل يوم بشكل يومي، ده هينظف لنا القولون. هو يستحسن على الريق، بس الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، يعني طبعا الخل مش مستحب للناس اللي عندهم قرحة في المعدة، فالناس الطبيعيين السلام يعني. لو عايز حاجة تنظف القولون، الثلاث مكونات دول عصير التفاح والخل الخام ومعلقة عسل نحل في كوباية مية وكل يوم. ده لمدة قد ايه؟ كوباية المفروض لمدة شهر مثلا، شهر، وكل فترة كده تكررها.
ده هينظف القولون من الفضلات وكمان بيساعد على نمو البكتيريا النافعه اللي احنا اتكلمنا عنها. بحس ان هو عامل شويه زي الديتوكس. نفس الفكره نفس الفكره. هم انواع كتير زي ما قلنا. بس النوع ده بالذات من الحاجات اللي مواقع حتى اجنبيه كتير بترشحه كويس جدا جدا جدا. كمان في حاجه تانية فيه ان هو غير ان هو بيطهر القولون وبيحسن حركه الجهاز الهضمي زي ما قلنا ان هو بيزود نمو البكتيريا النافعه اللي احنا قلناها في حلقه المضادات الحيويه ان هي مهمه جدا في عمل الجهاز الهضمي والقضاء على البكتيريا الضاره. وكمان الـ 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 المشروب ده بيساعد على إزالة السموم طبعا. وفيه ميزة تانية كمان إن هو بيقلل السكر لمرضى السكر وبيقلل الكوليسترول لمرضى القلب اللي عندهم مشكلة في ارتفاع الكوليسترول. فمشروب كويس جدا وبنصحكم بيه. تالت حاجة نتكلم عن الاستعمال الصح في علاج الفطريات والتينية. في ناس لما حد يبقى عنده تينيا زي التينيا الملونه مثلا او الفطريات بيروح للطبيب، الطبيب عاده بيوصف له شامبو للفطريات وكبسول للفطريات وسبراي او كريم للفطريات. الشامبو بتاع الفطريات ده احنا مش بنعرف نستعمله صح. ليه؟ يمكن يكون الطبيب او الصيدلي ما بينبهش على المريض يستعمله صح. دلوقتي لو واحد جاله تينيا ملونه فطريات في الحته دي مثلا، المنطقه دي فيها تينيا وكمان في بقعه ثانيه في منطقة تانية هنا مثلا. هو الفطر ما طرش، ما طلعش من هنا كده وطار في الهواء وراح هنا. لا، هو الفطر ده موجود تحت سطح الجلد بيتحرك. فمعنى كده ان تحت سطح الجلد ده ملوث بالفطر. معنى كده ان الجلد ده كله معرض للإصابة بالفطر. فمعنى كده ان الطبيب لما يكتب لك شامبو للفطريات مش معناها ان انت هتحطه على الحتة دي بس. لا، على كل الجسم، على جسمك كله، حتى وشك، حتى كل جسمك تدهنه بالشامبو وتسيب الرغوة، ويستحسن كمان تسيبها لو ساعة كاملة. الشامبو بتاع الفطريات أهم حاجة في علاج التينيا الملونة أو أي نوع من أنواع التينيا والفطريات. الشامبو مهم جدا. الناس بتتجاهل أهمية موضوع شامبو الفطريات ده مع إنه هو أهم من الحاجتين. هما كلهم طبعا علاج متكامل بس ده مهم جدا. لازم الشامبو على جسمك كله ويساب لمدة ساعة مرتين في الأسبوع لمدة 6 شهور. لأن في ناس بتستعمل علاج الفطريات يقول أنا كان عندي تانية والدكتور كتب لي العلاج وبقيت كويس ورجعت تاني وردت تاني. ما عشان أنت ما بتستعملش صح. الشامبو لمدة ساعة مرتين في الأسبوع لمدة من 5 ل6 شهور مع الكبسولات بتاع الفطريات اللي هي بتتاخد كبسولة كل أسبوع، معروفة طبعا في الصيدليات دي. الكبسولة بتاع كل أسبوع دي بتعالج أو بتقتل الفطر من جوه. إزاي؟ إن هي بتطلع عن طريق العرق لسطح الجلد عن طريق العرق فبتقتل الفطر من جوه. تالت حاجة في علاج الفطريات السبراي أو الكريم بتاع الفطريات. الشامبوهات بتاع الفطريات في الصيدلية في أنواع كتير جدا، في نيزابيكس، نيزورال، في أنواع كتير قوي، في سلينوجينا، سلينو كير، أي شامبو من الفطريات، مادة الفلوكانازول اللي هي كبسولة كل أسبوع منها برضو انواع كتير. الاسبريهات برضو بتاع بتاع الفطريات، في مثلا حاجه زي كلوسول او كيوتستاد، اي حاجه من دول. والكريمات لاميزيل، لاميفين، كانديستان، درماتين، مع بعض كتير. رابع حاجه الناس اللي عايزه تخس. الناس اللي عايزه تخس. لا لا، انا بتكلم بصفه عامه. الناس اللي عايزه تخس مع التنظيم الغذائي ومع المجهود البدني اللي نصحنا بيه في حلقة التخسيس، أنا بنصحهم لو هم يدوروا على حاجة مأمونة ياخدوها في نظام التخسيس بتاعهم يدوروا على الكبسولات اللي بتحتوي على الجارسينيا. الجارسينيا في كبسولات كتير في الصيدلية من ضمن التركيبة بتاعتها الجارسينيا. ليه الجارسينيا؟ الجارسينيا أولا هي عبارة عن سمرة أو فاكهة اسمها جارسينيا كامبوجيا، هي اسمها كده. النبات الجارسينيا ده أو ثمرة الجارسينيا دي ليها فوائد مهمة جدا في قفل الشهية وحرق الدهون المخزنة زي الدهون اللي في البطن مثلا. مادة الجارسينيا ليه هي مفيدة قوي كده وليه هي مأمونة جدا كده؟ أولا حتة إن هي بتسد الشهية، هو لغاية دلوقتي مفيش أبحاث علمية أكدت إيه السبب إن هي بتقلل الشهية. بس بيعتقد ان هي بتزود انتاج السيروتونين. السيروتونين ده لما بيزيد المفروض بيكبح الشهية. وحتة إذابة الدهون المتخزنة في الجسم او ان هي بتقلل الدهون اللي في الجسم، السبب بتاعها هي
بتعمل بتوقف انزيم معين اسمه انزيم سيتريت اللاييز، ده موجود في المعده. سيتريت اللاييز ده هو الانزيم الكبد بيفرزه، وهو ده المسؤول عن الكوليسترول الضار وتخزين الدهون في الجسم. فده بيوقف الانزيم ده، فبالتالي بيساعد على إذابة الدهون المخزنة في منطقة البطن والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والدهون الضارة. فعشان كده الجارسينيا كل الدراسات قالت انه ممتاز جدا في حكاية تنزيل الكوليسترول، فعشان كده هو مناسب لمرضى القلب اللي بيعانوا من الكوليسترول الزايد، وكمان هي بتقلل السكر فبالتالي مفيدة برضو لمرضى السكر. غير ان هي ليها برضو فايدة في قرحة المعدة والناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي. الجارسينيا من افضل الحاجات. الجارسينيا ده مش اسم دواء يا جماعة، هو اسم مادة موجودة جوه كبسولات كتيرة في الصيدلية، بس المهم تجيبوها مصرية، ما تجيبوش الحاجات المستوردة المهربة. اي صيدلي ممكن يدلك على الانواع، في انواع كتير جدا في السوق المصري فيها نبات او ثمرة الجارسينيا كاحد مكوناته، هتساعد على قفل الشهية واذابة الدهون المخزنة. حلوة. خامس حاجة الادوية المدرة للبول ممكن تسبب ضعف الانتصاب عند الرجال. في رجالة كتير بيبقوا يستعملوا من ضمن ادويتهم أدوية مضرة للبول، وبيحصل عندهم مشكلة في الانتصاب أو الضعف الجنسي وبيبقوا قلقانين. طب إيه السبب؟ ومحتارين إيه السبب؟ السبب إن حضرتك الأدوية بتاعت لو أنت بتاخد مضر للبول، مضر للبول ده بيقلل وصول الدم للعضو الذكري، وكمان فوق ده إن هو بيقلل الزنك اللي موجود اللي هو عنصر هام أصلاً عشان يزود الانتصاب ويزود هرمونات الذكورة بصفة عامة أو القدرة الجنسية بصفة عامة. فعشان كده لو انت بتعاني من ضعف جنسي ما انتش عارف سببه ايه وانت بتاخد مضر للبول، هو ده السبب. فانا بنصحك طبعا ما توقفش مضر للبول، يعني مش بنقول لك كده عشان توقف المضر للبول بتاعك، لا، اعرف ان ده السبب وتلجا للطبيب بتاعك تقول له والله هو عمل لي مشكله في الانتصاب، فهو الدكتور هيعمل لك بقى هيدي لك دواء معاه هيظبط لك الجرعه. هو طبعا مش مع كل الناس بس ممكن يعمل كده، فلو عمل كده ما توقفش دواك، استمر على دواك عادي والجا للطبيب بتاعك يحل لك المشكله دي. تمام. كبسولتنا بقى النهارده هنتكلم عن فيتامين ب بانواعه المختلفه، وبالتحديد هنركز على فيتامين بي 12. دكتور، حابب اعرف من حضرتك فيتامين بي ايه هو اصلا وايه انواعه المختلفه؟ فيتامين بي طبعا هو فيتامين بي ده يعتبر من اهم الفيتامينات المهمه للجسم بصفه عامه، المهمه للحفاظ اصلا على الحياه. فيتامين بي حاجه مهمه عشان الخلايا تقوم بدورها، عشان نشاط الجسم بصفة عامة، عشان العمليات الحيوية في الجسم كله كلها تشتغل بالقدر السليم. مهم لإنتاج الطاقة اللي الخلايا بتشتغل بيها، مهم كمان عشان عمل الإنزيمات. احنا بنتكلم على فيتامين بي كامل، على عمل الإنزيمات، كمان الوظائف العصبية والجهاز العصبي المركزي عشان يشتغل لازم فيتامين بي يبقى موجود. فيتامين بي هو المصنع أو مهم جدا في إنتاج كريات الدم الحمراء، يعني إنتاج كريات الدم الحمراء من عامل أساسي فيها فيتامين بي. فيتامين بي مهم للتمثيل الغذائي لكل حاجة بناكلها. فيتامين بي مهم كمان لصحة الجلد وصحة الشعر. هو مهم عشان يعني جسمك يشتغل بشكل صحيح. فيتامين بي هو المفروض فيتامين بيدوب في المية، ما هو زي في فيتامينات احنا قلنا بتدوب في الدهون زي A و E و D و K، لا هنا فيتامين بي بقى بيدوب في المية مش في الدهون. فعشان كده ممكن وبتأثر بالحرارة، فعشان كده يعني فيتامين بي لما بنحط الاكل على النار وفي نسبه فيتامين بي كبيره ممكن فيتامين بي ده يفقد في الميه اللي بنسخن بيها. لا يعني بيفقد في الميه يعني لانه بيدوب في الميه وبتاثر بالحراره. التسخين الشديد قوي لفيتامين بي ممكن ياثر على محتواه، عشان كده حتى فيتامين بي 12 بالذات، فيتامين بي 12 بالذات بيتأثر بي لو في مثلا لبن، اللبن من ضمن الحاجات، الحليب من ضمن الحاجات اللي فيها فيتامين بي 12 عالي. لما بنحط فيتامين بي 12 بالذات في الميكرويف نسبته بتقل بنسبه 40%. يعني لذلك احنا بننصح الناس اللبن بالذات واللحوم مش ساقع؟ لا مش كده، ما تحطهوش في الميكرويف. الميكرويف بيتأثر الميكرويف غير البوتاجاز. لا هو التسخين بصفه عامه مهم طبعا، بس الميكرويف بالذات
في فيتامين بي 12 بالذات بيأثر فيه. نسبة الفيتامين بي 12 بتقل بنسبة كبيرة جدا ل 40%، بتقل ل 40% على الميكرويف بالذات. فبننصح اللبن بلاش على الميكرويف، أو اللحوم كمان اللي فيها فيتامين بي 12 زي الكبدة والحاجات دي واللحمة الحمراء بصفة عامة. طيب لو حصل نقص في فيتامين بي كله، أي نوع منه، كل نوع فيه بيسبب مشاكل في نقصه. هناخدها بالتدريج. احنا النهاردة كلامنا عن بي 12 بس. مبدئيا ايه بقى، كم نوع لفيتامين بي موجودة؟ 8. 8 أنواع، صح؟ 8 أنواع. 8 أنواع فيتامين بي. في فيتامين بي 1 اللي اسمه السيامين، فيتامين بي 2 اللي هو كان أول واحد اكتشفوه، في فيتامين بي 2 ريبوفلافين، في فيتامين بي 3 اللي هو النياسين، فيتامين بي 5 البانسوريك بانسوينك أسيد، فيه بيروكسيدين فيتامين بي 6، فيتامين بي 7 البيوتين بتاع الشعر هو فيتامين بي 7، فيتامين بي 9 9 اللي هو حمض الفوليك، يعني هو فيتامين بي بتاع شعر في الاخر، شعر وبشره. في فيتامين بي 12 الكوبالامين، وده اهمهم اقشرهم واكتر حاجه موجوده حتى في المركبات اللي في الصيدليه، الفوليك وفيتامين بي 12 حتى هم مرتبطين دايما ببعض. المجموعه دي كلها لما بتبقى موجوده او عدد منهم موجوده في تركيبه واحده بيتسمى فيتامين بي المركب، يعني اقراص او حقن فيتامين بي المركب عاده بتبقى 3 او 4 فيتامينات من دول بتحطوا في تركيبه واحده يتقال عليها حقن فيتامين بي المركب او اقراص فيتامين بي المركب. بس هو ده فيتامين بي اللي هو بنعتبره هو من الفيتامينات الهامه جدا 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 للحفاظ على الحياه والحفاظ على حيويه وصحه الجسم بصفه عامه. طيب احنا اتكلمنا عن فيتامين بي عموما، احنا عايزين نتكلم دلوقتي على اشهرهم يعني، وهو فيتامين بي 12. تمام، اتكلمنا عنه اكتر. ايه الاعراض اللي بتبقى عند الشخص اللي هو لا انا كده عندي نقص مثلا؟ هو فيتامين بي 12 اولا هم العلماء اكتشفوا فيتامين بي 12 سنه 48، اول مره يعرفوا يعني ايه فيتامين بي 12 سنه 48، واستخلصوه من الكبده او من الكبده، وادوا له رقم 12 بقى فيتامين بي 12، يعني من سنه 48 واحنا عارفين فيتامين بي 12. المفروض لقوا ان الفيتامين بي ده بيعالج الخلل في خلايا الدم الحمراء، لانه مهم جدا في ان الكريات الدم الحمراء تبقى بشكلها الصح اللي هو الصغيره ومستديره، ما تبقاش بيضاوية على شكل بيضاوي، عشان يبقى شكلها سليم وصح لازم يكون فيتامين بي 12 موجود بدرجه سليمه. كمان لقوا ان هو مهم جدا في التهابات الاعصاب وبيعالج تضرر الاعصاب، يعني عند مرضى السكر مثلا، اي حد عنده تضرر في الاعصاب لقوا فيتامين بي 12 هام جدا في علاج الحالات دي. لقوا ان المكون الرئيسي في فيتامين بي 12 هو عنصر الكوبالت، فعشان كده سموه كوبالامين. أطلقوا عليه كوبالامين من ذرة الكوبالت اللي موجودة في المنتصف، في منتصف الفيتامين بي 12 في تركيبه الكيميائي. فيتامين بي 12 والفوليك أسيد أو الفوليت مرتبطين دايما ببعض، يعني حتى معظم الأنواع اللي بتلاقي فيها فيتامين بي 12 هتلاقي معاه فوليك أسيد، لأنه هما يعني عشان الجسم يستفيد أو يجيب الحالة النشطة من الاثنين هما معتمدين على بعض. الفيتامين بي 12 بيزيل حاجة اسمها مجموعة الميثايل من الفوليت عشان يحولها للشكل النشط. الميثايل دي فيتامين بي 12 بقى بياخدها عشان يتحول للشكل النشط، يعني هما الاثنين معتمدين على بعض. فيتامين بي 12 محتاج الفوليك عشان يتنشط، والفوليك محتاج فيتامين بي 12 عشان يتنشط. احنا نقدر نقول عن فيتامين بي 12 هو مصدر القوة للإنسان أو للجسم، هو مصدر قوتنا كلنا. يعني من غير فيتامين بي 12 هيبقى عندنا هزال وتعب وارهاق وكسل وكسل وكل حاجه. زي يعني الناس دايما رابطه موضوع الكسل، يعني اي حد ما تقول له انا كسلان بفيتامين د،
لا حضرتك وفيتامين بي 12 اهم كمان من دال، او هما الاثنين مهمين صح. يعني الهزال ده مش معتمد على فيتامين دال بس، بس يمكن عشان احنا معظمنا ما بيطلعش الشمس كتير فكلنا عندنا نقص في فيتامين دال، غير ان كمان ان فيتامين بي 12 ربنا اوجده في ماكولات كتير فيعني ما بيحصلش النقص ده غير زي اكتر عند النباتيين، ممكن عند الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي او امتصاص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مش بيدي هزال وضعف بس نقصه، ده كمان بيدي عدم تركيز وضعف في الذاكره وحاجات كتير قوي، وانيميا يا دكتور، وانيميا طبعا احنا قايلين ان هو بيصنع بالزبط. كرات الدم الحمراء، فطبعا اساسي الناس اللي عندهم انيميا بيبقى عندهم نقص في فيتامين بي 12 طبعا، او الحديد او كده على حسب الحاله بتاعتها. طيب دكتور ايه اشهر اسباب نقص فيتامين بي 12؟ فيتامين بي 12 لما بينقص يعني في اسباب كتير، اهمها الناس اللي عندهم نظام نباتي صارم، الناس اللي هم النباتيين دول اللي ما بياكلوش اي لحوم وبيض واسماك ولا اي حاجه، لا طبعا دول اكتر ناس معرضين لنقص فيتامين بي 12. يعني نقص البروتين بيعمل نقص في فيتامين بي 12. عاده هي اكتر مصدر لفيتامين بي 12 اللحوم، فهو ما بياكلش لحوم، فبتلاقي عنده أكتر الناس اللي عندهم نقص فيتامين بي 12 بتلاقيهم النباتيين في الأساس. برضو الناس اللي بيعملوا الجراحات بتاع إنقاص الوزن، تكميم المعدة وتحويل المسار، الناس دي أولا المفروض في 80% من المعدة المفروض بيحصل لها استئصال، فبالتالي بيحصل مشكلة كبيرة في امتصاص فيتامينات كتير جدا الجسم محتاجها، من أهمهم فيتامين بي 12 اللي بيمتص عن طريق المعدة. فالإنزيمات الجهاز الهضمي كمان في الحالات دي بتقل، في حالات الجراحات بتاع الجهاز الهضمي، بما إن هي بتقل، لما بتقل طبعا امتصاص فيتامين بي 12 بيقل بطريقة كبيرة جدا، يبقى الإنزيمات الجهاز الهضمي، الجراحات الجهاز الهضمي اللي هي لإنقاص الوزن بتسبب نقص فيتامين بي 12، والناس اللي عندهم نظام غذائي نباتي صارم برضو بيعمل حاجة زي كده. فعشان كده برضو على فكرة الناس اللي بيعملوا عمليات اللي هي إنقاص الوزن عن طريق اللي هو تحويل المسار والتكميم، دايما الأطباء اللي بيعملوا العمليات دي بنصحهم المرضى إن هم ياخدوا فيتامين بي 12 ضروري، إن هو أوريدي مش هيلاقيه في الأكل أو مش هيستفيد منه من الأكل، فعشان كده لازم ياخدوا فيتامين بي 12، والطبيب بتاعهم بيأكد على حاجة زي كده. فبس طبعا عشان برضه ما ينفعش ياخدوا قراص، لان القراص هتبقى محتاجه تمتص في المعده، هما ما عندهمش الانزيمات الهضمه الكافيه، فعشان كده يستحسن ياخدوها كحقن او ياخدوها استحلاب ليمص، او ياخدوها ممكن القرص يتذوب في ميه ويشربوه. طيب في اسباب مرضيه برضه ثانيه ممكن تسبب نقص فيتامين بي 12، زي التهابات المعده الشديده، التهابات المعده الشديده، فقر الدم الخبيث ممكن يعمل كده. في برضه لو في اضطرابات او نمو بكتيريا في الجهاز الهضمي تعمل كده، او طفيليات بصفه عامه، الناس اللي بتشرب خمر بعيد الشر يعني عندنا. في برضه اضطرابات الجهاز المناعي زي مرض الذئبه مثلا. في الاستخدام الطويل لمضادات الحموضه. تمام. احنا هنطلع لفاصل يا دكتور، وبعد كده نرجع نكمل بقية اسباب نقص فيتامين بي 12. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور باهر السعيد. تمام. ولسه مكملين إين بوكس في الكبسولة مع دكتور باهر السعيد، وزي ما قلنا لكم في البداية كبسولتنا النهاردة عن فيتامين بي 12، وكمان إيه أكتر الأسباب اللي ممكن تؤدي للنقص بتاعه، وكمان هنعرف من دكتور باهر إيه العلامات اللي لو حصلت لنا نعرف إن إحنا عندنا فيها نقص. ولكن في البداية دكتور إحنا جالنا أسئلة كتير جدا من الناس، فحابين إن إحنا ناخد شوية رسائل ونرجع نكمل عن الفيتامين. في مسج بتقول دكتور أنا طلع عندي نقص في الحديد وفيتامين د، آخد إيه وأحلل بعد قد ايه عشان اعرف ان النسبه اتظبطت؟ هي طبعا ما قالتش نسبه فيتامين د بالظبط، ما قالتش كام، بس هي لو نقص جديد يعني اقل من 15 او اقل من 15 ناخد حقن، في حقن ديفارول اس موجوده ورخيصه، دي اشهر حاجه. ديفارول اس حقن عضل كل شهر مثلا لمده 3 شهور مع حاجه زي دافاليندي راس رخيصه خالص برضو في الصيدليه، قرص واحد يوميا 3 شهور، وبعد 3 شهور تحلل. بالنسبه للحديد بقى
ممكن تاخد حاجة زي فيروجلوبين، فيروترون، ايزيد جلوبين، فورتريكياس، او ممكن سيمبيونيكياس، اي كياس من دول ممتازة جدا. كيس واحد يوميا او كبسولة مرتين يوميا لمدة شهرين. برضو هي ما قالتش النسبة، احنا هنفترض ان النسبة قليلة، اقل من 15. في مسج تانية بتقول في حرقان جامد في ظهري وحاسس انه متكسر، مع العلم ان عندي غضروف في الفقرة الثالثة والرابعة والخامسة وقافل على عصب الرجل الشمال. هو طبعا احنا برضو مش عارفين الادوية اللي بياخدها ايه، بس عادة يعني في الحالات اللي زي كده فيتامين بي 12 اللي احنا كنا بنتكلم عنه هو كويس جدا في الحالات دي. ياخد اي حقن من حقن فيتامين بي 12 كل اسبوع واحده، ديبوفيت، بايفيت، اي حاجه من الحاجات دي، مع حاجه مضاده لالتهابات الاعصاب من ماده الجبابنتين زي جابتن 100 او جابتن 300 حبايه قبل النوم كل يوم، مع حاجه بص العضلات زي دمره مثلا او ميسو كويك او ميسو ريلاكس مرتين يوميا. تمام. في كمان حد بيقول عندي ألم في كعب الرجل وعملت تحليل أملاح ونقرس كله كويس بس عندي وجع جامد، أخد إيه؟ ممكن ياخد حاجة مضادة للالتهاب. ممكن في حقن في الصيدلية اسمها فليبوتون، حقن عضل يوميا لمدة ممكن 6 أيام، مع حقن اسمها أنتي كوكس عضل يوميا برضو لمدة 6 أيام، وبعد كده يكمل باللورنكس كام 8 ميلي قبل الأكل 3 مرات، او لورنكس هي مقصود بعد الاكل، معلش بعد الفطار والعشاء، مع الفانترن قبل الاكل 3 مرات لمده اسبوع كمان. لو استمر التعب طبعا لازم يلجأ للطبيب. في مسج برضو بتقول يا دكتور عندي نقص كالسيوم وفيتامين بي 6 وبي 12، ممكن علاج؟ كالسيوم ماشي، ممكن تاخد حاجه زي كالسيوم دي 3 اف او كالدين سي، يا ده يا ده، او سي بلس مرتين يوميا، وتاخد حاجه بقى تكون فيتامين بي كومبلكس زي نيوروتون، حقن عضل كل 3 أيام لمده مثلا شهرين، دي الحقن مع الاقراص. تمام. كمان مسج الجروح اللي مش بتخف نعمل معاها ايه؟ مش نافع معاها اي دواء. طبعا لو في سكر لازم تتابع مع طبيب جراحه اوعيه، لان يعني عادة السكر هو السبب، لو ما فيش سكر تحلل برضو سكر، لأن عدم التئام الجروح من ضمن أسباب السكر، وليه أسباب تانية كتير. لو كله تمام ما فيش أي حاجة وتحاليلك تمام ما فيش أي مشاكل خالص، في كريمات بتساعد على التئام الجروح بسرعة، زي حاجة خليط بين لولافير أو براكسون مع أيروكسول، أيروكسول وواحد من الاثنين، يعني لولافير أو براكسون، دهان مع كل غيار بعد التطهير طبعا بأي مطهر، ولو الجرح عامل صديد لازم مضاد حيوي تحت إشراف الطبيب. طب دكتور ممكن يكون عندها سكر وهي ما تعرفش مثلا؟ احنا نحلل. طيب احنا كنا اتكلمنا شويه عن اعراض نقص فيتامين بي 12 وقلنا ان الهزال والتعب الشديد في اعراض تانية؟ في كتير قوي. من خلال الاعراض دي لو هي موجوده عندك ممكن يكون عندك نقص فيتامين بي 12. اكتر عرض هو الاحساس بالضعف والدوخه والتعب والارهاق والإحساس بالخمول وإنك عايز تنام على طول. لو كان موجود وإنت أصلاً بتاخد عدد ساعات نومك، يعني مش معقولة واحد مثلاً ما بينامش خالص ويقول أنا عندي الأعراض دي يبقى عندي نقص فيتامين بي 12، لا، يعني إنت واخد راحتك بتنام 8 ساعات وبتنام عادي، بس برضه في خمول وفي تعب، وبتطلع للشمس عادي، يعني مش فيتامين دال. خلاص، هو احتمال كبير يبقى فيتامين بي 12. طب هو ليه بيعمل كده؟ هو بيعمل كده عشان هو المفروض اللي مسؤول عن انتاج كريات الدم الحمراء اللي بتوصل الاكسجين للخلايا، فبتدي لنا الفوقان اللي في الخلايا، فوقنا يعني بتدي اكسجين للخلايا فبتفوقنا. في حاجه ثانيه، انت لو برضه لو عندك اكتئاب، الاكتئاب من ضمن الاعراض بتاعت نقص فيتامين بي 12. لذلك ليه بقى؟ لان هو يعتبر من الفيتامينات الحيويه المسؤوله عن انتاج السيروتونين اللي هو بيدلنا احساس بالسعاده وبيظبط المزاج وبيظبط المود. ثالث حاجه كمان، لو حسيت بحاله خدلان او وغز في الاطراف سواء الايدين او الرجلين، ده من اكتر الحاجات المسؤوله عن فيتامين بي 12 او نقص فيتامين بي 12. عشان كده مرضى السكر دايما اساسي ياخدوا فيتامين بي 12، لانه من اكتر الناس اللي بيحسوا بحاجه زي كده. او اي حد ما عندوش السكر برضو لو بيحس بالاعراض دي لازم ياخد فيتامين بي 12، لانه نقص فيتامين بي 12 بيعمل تدهور في الخلايا العصبيه،
وبيدي الإحساس بالشكة اللي قلنا عليها دي. وهو كمان على فكرة مهم كمان مقصه بيعمل زي انحلال في الحبل الشوكي، بيعمل مشاكل في الأعصاب البصرية والأعصاب البصرية كمان، حتى بيأثر على النظر، بيأثر على النظر لأنه ليه تأثير مباشر على الأعصاب بتاع البصر. فنقصه في الجهاز العصبي بصفة عامة مهم جدا. في حاجة تانية كمان، دي التنفس. في ناس بيجيلها مش قادره تاخد نفسها وكرشه نفس، او هي لما تيجي تطلع السلم تحس مش عارفه تاخد نفسها. ليه؟ مفيش اكسجين، عشان مفيش خلايا دم حمراء، خلايا دم حمراء سليمه او كريات دم حمراء سليمه، فبالتالي الاكسجين ما بيوصلش للخلايا كويس، فمش عارف اخد نفسي. في كمان لو انت وشك بيبقى شاحب كده، الشحوب في الوجه ده برضو من ضمن الاسباب. او مفيش فيه نضاره، يعني الناس اللي يقول لك انا عايزه، وفي ناس تقول لك انا عايزه خدودي تبقى حمراء كده ومنوره. فيتامين بي 12 مهم جدا في القصه دي. ليه بقى؟ لما يحصل ان فيتامين بي 12 يقل، المفروض كريات الدم الحمراء ما بتبقاش المستديره الصغيره اللي احنا بنقول عليها، بتبقى بويض على الشكل البيضاوي البيضاوي ده. فعشان الشكل البيضاوي الكبير بيبقى هش، فالكبد بيبقى يفرز حاجة اسمها بلاي ريوبين. المادة دي المفروض بتكسر الكميات، الكبد بيفرزها بكميات كبيرة عشان تحطم خلايا الدم الحمراء الهشة دي اللي ملهاش لازمة دي. فبالتالي المفروض السائل ده لما بيزيد في الدم بيديلنا لون أصفر كده على البشرة. ده من ضمن علامات ان فيتامين بي 12 قليل، فالخلايا او كريات الدم الحمراء السليمه قليله في الجسم. في كمان حاجات تانية، مشاكل في الرؤيه زي ما قلنا ان هو مهم للعصب البصري. في اعراض برضو تانية مش شهيره قوي زي الاسهال، زي التهابات في اللسان وقرح في اللسان. بيعمل برضو الصداع بشكل مستمر، برضو بيعمله برضو فيتامين بي 12. اضطرابات المناعه، برضو بعض امراض القلب مرتبطه بفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 زي ما قلنا اول الحلقه هو فيتامين القوه اللي بيدي قوه للجسم، فهام جدا فيتامين بي 12. صدمتني والله يا دكتور. انا يعني عندي تقريبا كل الحاجات دي ما كنتش عارفه. انا هخلص الحلقه واخدك فيتامين نروح نحلل. طيب دكتور، ايه اشهر الاكلات مثلا او اكتر الحاجات الطبيعيه اللي هي تكون مصدر لفيتامين بي 12؟ هو احنا ربنا سبحانه وتعالى اوجد لنا فيتامين بي 12 في حاجات كتير جدا، حاجات مهمه جدا. بس طبعا هم النباتيين هم اللي مظلومين في القصه دي. انما هو اهم حاجه فيه صفار البيض. صفار البيض من اكتر الحاجات اللي فيها فيتامين بي 12، وخاصه على فكره بيض البط والوز من اكتر المصادر لفيتامين بي 12. صفار بيض البط ما قابلتوش والوز. قبل كده صراحه بيض البط والوز. في كمان الكبده والكليه والكلاوي اللي هي بتاع الحيوانات، من اهم الحاجات، وخاصه على فكره كبده الفراخ. كبده الفراخ يعني احنا في ناس كتير ما بتهتمش بيها، يعني مع انها فيها فيتامين بي 12. بس بره عايز اقول لك يا دكتور بيعملوا بيها اطباق كتير جدا، بدبس الرمان كمان بتبقى حلوه. بالظبط، كبدة الفراخ مهمة جدا في القصة دي. الكافيار والمحار، المحار احنا قلناه اول الحلقة ان هو مميز جدا في احتوائه على الزنك، برضو محتوي على فيتامين بي 12 بدرجة كبيرة جدا. والكافيار في برضو، وعلى فكرة الكافيار فيه 10 اضعاف فيتامين بي 12 اكتر من البيض. يعني واحتواء الكافيار على 10 اضعاف الكميه اللي موجوده في البيض. فالكافيار مهم جدا في موضوع الفيتامين بي 12. اللحوم الحمراء بصفه عامه، سواء بقى لحم الضاني او لحم البقري، الحاجات دي فيها فيتامين بي 12 بدرجه كبيره. الحليب الكامل الدسم من اكتر الحاجات اللي فيها فيتامين بي 12، بس اهم حاجه ما نسخنش في الميكروويف زي ما قلنا. برضو كمان الجبن، وخاصه الجبنه الفيتا، الجبنه الموتزاريلا، الجبنه السويسري بصفه عامه، الحاجات دي بيبقى فيها فيتامين بي 12 بدرجه كبيره جدا. المأكولات البحريه برضو مهمه جدا فيها فيتامين بي 12. طيب الناس النباتيين ما لهمش اي حظ خالص؟ لا. النباتيين، منتجات الصويا، منتجات الصويا فيها فيتامين بي 12. وبرضو النباتيين ممكن يعتمدوا على الخميره، راس الخميره اللي في الصيدليه او الخميره الكبيره. الخميره الغذائيه والمنتجات الصويا دول من اكتر الحاجات المهمه للنباتيين عشان يحصلوا كمصدر طبيعي يعني للنباتيين. طيب كلمنا اكتر يا دكتور عن حقن فيتامين بي 12 الموجوده في السوق المصري، وايه الفرق اللي ما بينهم؟ حقن فيتامين بي 12 هي يعني لما حد بيدخل لنا الصيدليه احنا عايزين حقنه مقويات،
هي الحقنه المقويات دي تطلق على فيتامين بي 12. يعني مثلا لو حد دخل الصيدليه يقول لي انا عايز حقنه مقويات، هي فيتامين بي 12، هي فيتامين بي 12 ده الاسم الشعبي. هو ينفع اصلا ان احنا ناخدها يا دكتور من لوحدنا تحاليل او حاجه؟ هي ما فيش فيها مشكله، بس مش بقى بجرعات يعني كبيرة. واحده كل 10 ايام كل اسبوع ما فيش مشاكل يعني. ما فيش اي مشكله، بس طبعا لو حد عنده زياده في فيتامين بي 12 ما ينفعش، انما لو عنده الاعراض اللي احنا قلناها لو اخذ واحده كل اسبوع كل 10 ايام ما فيش اي مشكله خالص، لو اخذها ما فيش منها ضرر. فيتامين بي 12 الفرق ما بين اللي موجود في السوق ايه؟ هو موجود ثلاث صور لحقن فيتامين بي 12. اولا في حاجه اسمها فيتامين بي المركب اللي هي زي النيوروتون والنيوروفيت والحاجات دي، دي موضوع تاني اللي هو ثلاث فيتامينات مع بعض، انما احنا بنتكلم على فيتامين بي 12 اللي بتاخد حقن عضل كل اسبوع. حقن فيتامين بي 12 ليها ثلاث اشكال في الصيدليات، في حقن تحت مسمى او ماده اسمها سيانو كوبالامين، زي حقن اسمها بيتولفيكس وسيدولفيكس وروبيفامين، دي سيانو كوبالامين. في نوع تاني ميثايل كوبالامين زي كوبالفيكس هنا في مصر، في برضو هيدروكسي كوبالامين، دي اشهرهم واكثرهم انتشارا. هيدروكسي كوبالامين زي الحقن الشهيره جدا ديبوفيت، او الحقن الشهيره بايوفيت او ديبوفورت، او كوبالامين او بي 12 ديبوت، الحاجات دي ثالث نوع اللي هي هيدروكسي كوبالامين. طب الفرق ما بينهم ايه؟ السيانو كوبالامين المفروض الماده دي بتتحول في الجسم لحاجه اسمها هيدروكسي كوبالامين. الهيدروكسي كوبالامين ده بيتحول في الجسم لحاجتين، حاجه اسمها ميثايل كوبالامين وحاجه ثانيه اسمها ادينوسايل كوبالامين، يعني ده الشكل النهائي اللي بيتحولوا ليه في الجسم. طيب في ابحاث بترجح ان السيانو كوبالامين ده في الامتصاص بتاعه افضل من الميثايل كوبالامين، لان الجسم بيمتصه ب 49% من الحقنه، انما الميثايل الجسم بيمتصه 44%. بس برضو في ابحاث تانية قالت ان الميثايل كوبالامين اثبت في الجسم يقعد وقت اطول في الجسم من السيانو كوبالامين، بس في الاخر الفروقات بسيطه بين الاثنين. بس في مشكله في السيانو كوبالامين، مشكلته انه لما بتحول للشكل النشط اللي هو الميثايل كوبالامين بيتحرر حاجه اسمها السيانيد. السيانيد ده المفروض ماده سامه فالجسم لازم يتخلص منها، فعشان كده الجرعات العاليه من السيانو كوبالامين خطر جدا على حياتنا، لان المفروض الماده دي ماده السيانيد بتبقى خطره، ماده سامه الجسم المفروض يتخلص منها. فعشان كده المدخنين بيبقى عندهم المواد السامه كتير في الكبد بتاعهم، فمش بيقدروا يتخلصوا من السيانيد ده من الماده دي. عشان كده ماده السيانو كوبالامين ما تستحبش للمدخنين. المدخنين عشان ياخدوا فيتامين بي 12 ياخدوه في شكل ميثايل كوبالامين، لان هو ما عندوش المقدره لسه يحوله، او مش هيقدر يتخلص من السيانيد ولسه هيحوله، لا احنا ندهوله جاهز بقى. فالميثايل كوبالامين هو الافضل للمدخنين. طب الحوامل، الحوامل يستحسن الانواع فيتامين بي 12 الحقن اللي مش فيها حاجه اسمها كحول بنزيلي. يعني دايما اي واحده حامل عشان تاخد حقن فيتامين بي 12 او اي حقن مالتي فيتامين اللي هي فيتامين بي الكومبلكس، تتاكد من حاجه ان يكون مكتوب على العلبه ان هي خالي من الكحول البنزيلي. مهم جدا للحوامل الكلام ده، لازم يكون الحقن خاليه من الكحول البنزيلي. بس هو ده الفرق بين الثلاث انواع حقن، وطبعا اشهرهم على الاطلاق الهيدروكسي كوبالامين، هو ده اشهر حاجه اللي هو زي ما قلنا الديبوفيت والبايوفيت والحاجات دي. هو دي اهمهم واشهرهم يعني. طيب قبل ما نكمل كلامنا على بقيه الادويه الفيتامين دي، عايزين بس ناخد شويه رسائل جات لنا. في مسج بتقول عايزه حاجه للانيميا. تمام، في احنا لسه قايلين دلوقتي فيروجلوبين كبسول، فيروترون كبسول، فيرو 6 كبسول، ايزيد جلوبين كبسول، كل الحاجات دي. او في برضو انواع اكياس بيبقى فيها لاكتوفرين مع حديد. في انواع برضو كتير في الصيدليه ممكن تلجا ليها، زي مثلا فورتري او برافوتين، بس البرافوتين بيبقى محتاج حديد كمان، او في حاجه تانية اسمها مامي بيتال، في حاجه تانية اسمها سيمبيون، اي حاجه من الحاجات دي مرتين يوميا لو النسبه عاليه، يعني لو هي 9 او اقل فوق التسعة بندي بقى الفيروجلوبين او الفيروترون او الايزوجلوبين. في مسج برضو بتقول ما هو افضل منتج اقراص لفيتامين بي المركب واكثرهم تركيزا؟ فيتامين بي المركب. فيتامين بي المركب في الملجا،
كويس، في نيوروتون كويس، يا ميلجا يا نيوروتون يا نيوروبين، ثلاث انواعهم، نيوروبين فورت او ميلجا او نيوروتون. كلهم عارفينهم يا دكتور، كلهم خدتهم انا تقريبا. طيب في كمان مسج بتقول عندي بقعتين من سنين اثار حب الشباب. ممكن لو على قد البقعة بس تستعمل حاجة من مادة الهيدروكينون، زي مثلا في حاجة اسمها ميلانو فري، بس ده تستعمله في الليل يعني دهان مساء، يتشطف بعد ساعة البقعة، بس تشطف بعد ساعة، وبعد الساعة تحط بنسينول مع بيتادرم. الكلام ده تمشي عليه مثلا اسبوعين ثلاث اسابيع، بيشيل البقعة يا دكتور الغامقة، البقعة الغامقة وبعده بقى تستمر على نوع تفتيح طبيعي عشان يدي زي توحيد للون البشرة، زي مثلا في انفينيتي وايتنينج، ستار فيل وايتنينج، لايت اب كريم، اي حاجه من الحاجات دي. طيب حلو قوي. في مسج بتقول لو سمحت يا دكتور ممكن نتكلم عن الشوكه العظميه اللي في كعب الرجل، ولو عامله كي زلالي ايه الحل؟ هي الشوكه العظميه يعني بصي في ادويه كتير عاده بتبقى كورتيزون. هي ايه الشوكه العظميه يا دكتور؟ معلش. ده بيبقى التهاب في الغشاء المبطن للكاحل. ده بتبقى بسبب مجهود عليها، ومش شرط يبقى نقرس، يعني في ناس دايما بتعتقد ان هو نقرس، لو ما فيش نقرس هي عاده بيبقى التهاب ناتج عن ضغط على المنطقه دي. هي طبعا عايزه كلام كتير، بس مبدئيا يعني هو افضل حل ليها الحقن الموضعي. يعني عشان الكيس الزلالي الطبيب لا، وبصفه عامه الشوكه العظميه بصفه عامه بتتسحب يا دكتور، ليها لا الشوكه الكيس ده بيبقى عايز جراحه ماشي، انما لو حد عنده شوكه عظميه من غير كيس زلالي من غير اي حاجه، هو افضل حل ليها الطبيب الجلديه العظام بيبقى يحقن فيها حقنه كورتيزون. فكره دايما بتخاف من الحقن الموضعي ده لا هو مش ما يخوفش ولا حاجه، يعني في ناس تقول لك ده كورتيزون وبتاع، لا هو الحقن الموضعي ده مش ملوش اي تاثيرات على صحتك يعني ولا حاجه. هي بيبقى حاجه موضعيه في المكان بتاع الالم بيشيل التهاب وخلاص. اكيد لو دكتور يعني قرر هو الطبيب ان هو يعمل حقنه اكيد مش هيضرني، فطبعا هو بدل ما تاخد علاج كتير تلجا لطبيب العظام، هو لو شايف ان الموضوع بيستدعي حقن هيبقى افضل من انها تاخد ادويه كتير على الفاضي. طيب في كمان مسج بتقول محتاجه حاجه الالتهابات النسا والصديد. هو الصديد طبعا محتاجه تحليل عشان تشوف نسبه الصديد قد ايه، لو نسبه الصديد عاليه انا بنصحك تعملي مزرعه بول عشان تعرفي نوع المضاد الحيوي المناسب ليكي، فنوع المضاد الحيوي بتحدد عن طريق المزرعه. الالتهابات يعني اي غسول مهبلي كويس، لو مدام ممكن في انواع لبوس طبعا، هي يعني لو ما عندهاش المقدره تروح لدكتور النساء حاليا، بيبقى في انواع لبوس بتشتغل على البكتيريا والفطريات في نفس الوقت، زي نوع اسمه مونوكيور ان اتش بيشتغل على الحاجتين، فهي طبعا مش قادره تحدد، او عشان ما مش قادره تروح للطبيب بتاعها مش عارفه دي بكتيريا ولا فطريات، فممكن تستعمل المونوكيور ان اتش ده لبوسه كل يوم بالليل لمده 6 ايام اللي هو بتاع علبه اللبوس، مع مطهر كويس زي طنطم روز غسول او فاجيل او اي حاجه، اي غسول مهبلي مع اللبوس. لو فطريات بقى عامله زي شكل الجبنه كده بيبقى في كبسولات اسمها فلوكورول، كبسوله كل اسبوع، واحنا ان شاء الله هنبقى نعمل حلقه هنا عن الالتهابات النسائيه عشان الستات تفرق، لان في ستات كتير بتتحرك تروح للطبيب او صح. ما عندهاش المقدره ان هي تروح، فهنعرفهم ازاي يفرقوا ما بينهم. صح. في مسج تانية بتقول من فضلك احسن حقن B12 لمرضى السكر. اي حاجه احنا طبعا احنا قلنا الاشهر والانسب اللي هي الهيدروكسي كوبالامين، ديبوفيت، بايوفيت، كوبالامين ديبوت، B12 مختزن، الحاجات دي هي دي، او هيدروكسي كوبالامين او هيدرافيت، الحاجات دي كلها اي واحده منهم كلهم نفس الحاجه بنفس الكفاءه بنفس الفعاليه، اي واحده منهم. طيب نرجع كل اسبوع لفيتامين B12. يمكن احنا قبل ما نسال الاسئله دي كلها حضرتك قلت عن الحقن اللي موجوده في الصيدليات عن للفيتامين B12. دلوقتي حابه اسال حضرتك عن الادويه، لو ناس ما بتحبش ان هي تاخد حقن، هل في حاجه حبوب او كبسولات بتتاخد لفيتامين B12؟ في اقراص وفي اقراص استحلاب اللي بتتحط تحت اللسان، مش استحلاب اللي هي الحبايه اللي تحت اللسان، تحط تحت اللسان، بتمتص عن طريق الاغشيه المخاطيه اللي تحت اللسان، بيبقى مفعولها زي الحقن مفيش مشكله، اللي هي زي في حاجه اسمها الضغط. لا الضغط ده موضوع تاني، في حبوب للضغط زي الدينترا بتعمل كده فعلا، انما هي الحبايه دي بتبقى يعني بيبقى طعمها حلو وبتتحط في حاجه زي دلتا فيت او نيرفيدوكس، الحاجات دي بتتحط تحت اللسان، بتبقى مناسبه كمان للناس اللي عاملين العمليات بتاعت جراحات المعده عشان التخسيس. الناس دي زي ما قلنا الاقراص ما ينفعش يبلعوها،
لا او هيبلعوها مش هيستفيدوا منها. الامتصاص بتاعها هيبقى ضعيف، فعشان كده الافضل ليهم الحبوب اللي بتتحط تحت اللسان او الحقن. وفي حاجه كمان، في بخاخات بالانف فيتامين بي 12، دي بقى حل كويس قوي للناس اللي ما عندهمش. وعلى فكره الاقراص بتاع فيتامين بي 12 سواء الاستحلاب او اللي بتحط تحت اللسان او البلع، زي في راس اسمها كوبال راس او في تانية اورافيت بي 12، دي الاقراص. في غير الاقراص الاستحلاب والاقراص اللي هي البلع، في بخاخه بتتاخد بالانف، البخاخه دي بتبقى مره اسبوعين زي الحقنه. الاقراص بتتاخد مره يوميا، حبايه يوميا بعد الفطار، انما البخاخه البخاخه اللي هي بالانف دي بتتاخد بخه في كل فتحه انف مره واحده يوميا، او مره واحده قصدي اسبوعيا، بتدي مفعول الحقنه اللي هي كل اسبوع. طيب اسمها ايه الحقنه دي؟ اسمها نازو سيانو كوبالامين. نازو سيانو كوبالامين انف، هي نوع واحد في الصيدليه اصلا. نازو سيانو كوبالامين. المفروض الفيتامين بي 12 زي ما قلنا هو مهم للناس اللي عندهم نقص فيه او اللي عندهم الاعراض دي. الناس اللي مش عايزه تاخد حقن عندهم ثلاث خيارات، يا البلع، يا اللي تحت اللسان، او البخاخه. حلو قوي. احنا هنطلع فاصل بسرعه جدا ونرجع تاني لفي الكبسوله والدكتور باهر السعيد. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقره ان بوكس في الكبسوله مع دكتور باهر السعيد، وبنتكلم النهارده عن فيتامين بي 12. طيب دكتور، ايه دواعي الاستعمال الدوائيه لفيتامين بي 12 سواء بقى كانت حقن ولا اقراص؟ تمام. دواعي استعمال الاستعمالات الدوائيه لفيتامين بي 12، رقم واحد طبعا التهابات الاعصاب الطرفيه، سواء مرضى السكر او اي حد بيشتكي من التهاب الاعصاب. تاني حاجه علاج الانيميا بسبب نقص فيتامين بي 12، يعني معظم حتى الكبسولات الحديد بتاع الانيميا معظمها بيبقى فيها فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا في انتاج الهيموجلوبين، فطبيعي في علاجات الانيميا لازم يكون موجود فيتامين بي 12. كمان امداد الام الحامل بفيتامين بي 12 المهم جدا لاتمام الحمل. كمان في حاجه تانية برضو مهمه في فيتامين بي 12 او استعمالاته، الناس اللي عندهم مشكله في الفقرات، في فقرات الظهر او الرقبه او اي فقرات، مهم جدا. الناس اللي عندهم مشاكل في التمثيل الغذائي للاكل بصفه عامه، او الناس اللي عندهم قرح في المعده او التهابات في المعده، برضو الناس اللي عندهم نحافه، مرضى النحافه لازم ياخدوا فيتامين بي 12 برضو، عشان في برامج زي، مش معنى كده ان هو هيزود وزن بقى ناس تقول لك لا انا عايز مش لا ماليش دعوه، بس ده مكمل من ضمن الحاجات لمرضى النحافه او الناس اللي عندهم سوء تغذيه بصفه عامه. برضو الناس اللي عندهم بيعملوا نظام دايت او رجيم، لحس سائلين النظام الرجيم القاسي ده بيحرموا نفسهم من اكل مهم بيبقى فيه فيتامين بي 12، فبالتالي لازم ياخدوه على حقن او بشكل حقن او شكل اقراص او شكل البخاخ اللي احنا قلنا عليه. برضو كمان هو مهم كمان لصحه البشره وجمالها، احنا قلنا ان هو بيدي نضاره وحمار كده للخدود، فالسكر او اي برضو الشعر، ناس اكتئاب برضه لو عايزين يزودوا الطاقه الايجابيه عندهم فيتامين بي 12 مهم جدا ليهم. برضه الناس الطلبه اللي عايزين يزودوا القدرات الذهنيه والذاكره عندهم، وكبار السن اللي بيعانوا من الزهايمر او المشاكل المرتبطه بكبر السن في الذاكره مهم جدا ليهم. مهم برضه لسلامه خلايا الجسم بصفه عامه، في حالات التبول اللا ارادي وجد ان فيتامين بي 12 ليه دخل كبير في علاجها. الناس اللي بيشتكوا من اي رعشه، يقول انا بحس دايما برعشه في ايديا او خدلان، بركب مانيش عارف مواصلات ولا اي حاجه بحس بخدلان في رجلي، الخدلان ده كله او الرعشه، فيتامين بي 12 مهم ليها. وبرده احنا قلنا ان هو بيأثر على العصب البصري، فبالتالي هو مهم لقوه النظر. بينظم برضو عدد ضربات القلب، بيرمم خلايا الجسم بصفة عامة. فيتامين بي 12 زي ما قلنا هو مصدر القوة للجسم بصفة عامة. طيب. ايه أهمية استعمال فيتامين بي 12 للحوامل بقى والمرضعات؟ بالنسبة للحوامل، فيتامين بي 12 القدر الكافي منه لازم، مهم جدا للحوامل، لأنه من غير فيتامين بي 12 الطفل أو الجنين
بيبقى معرض لحاجات كتير جدا، معرض لأمراض قلب، معرض لمشاكل في المخ، لضعف الخصوبة بعد ما بيتولد أو لما بيكبر، معرض برضو لعيوب خلق كتير جدا. فيتامين بي 12 هو احنا قلنا ان هو مرتبط بحمض الفوليك. حمض الفوليك من اهم الحاجات المهمه جدا 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 لمنع التشوهات، تشوهات الاجنه، للعيوب الخلقيه اللي في الدماغ بالنسبه للجنين. فلازم عشان الفوليك اسيد اصلا نستفيد منه او الفوليت نستفيد منه من الاكل، لازم يكون برضو مرتبط فيتامين بي 12. احنا قلنا الاثنين مرتبطين ببعض. فعشان التطور الصحيح للعمود الفقري والتطور الصحيح للجهاز العصبي المركزي للجنين عشان يمشي صح في الحامل، لازم وجود فيتامين بي 12. فعشان كده فيتامين بي 12 مهم للحامل في جميع مراحل الحمل. وكمان في ابحاث قالت ان الحوامل اللي بياخدوا فيتامين بي 12 في الثلاث شهور الاولين من الحمل الطفل بيطلع اهدى، تلاقيه بيعيط بشكل اقل بكتير، فمهم جدا. فكل الابحاث قالت حاجه زي كده. بالنسبه للمرضعات ان يعني النقص في فيتامين بي 12 بيعمل اضطرابات في النمو للطفل برضو ومشاكل في النمو بالنسبه له، وبيعمل فقر دم للطفل كمان. لقوا ان المهارات العقليه بتاع الطفل الرضيع بتزيد اكتر لما يكون امه كانت واخده فيتامين بي 12 مناسب ليها اثناء فتره الحمل. ففيتامين بي 12 مهم جدا للحوامل والمرضعات. طيب انا عايزه اخد شويه مسجات ماشي. قبل ما فقرتنا تخلص في مسج بتقول اهي لقيتها، علشان انا قريتها من شويه. فيتامين بي 12 لمريض السكر عنده 15 سنه، هو بيختلف السن لمريض 15 السكر. سنه احنا بالنسبه لنا جرعته زي البالغين بالظبط. اوكي. فقدامك ثلاث حلول، قدامك حقنه عضل كل اسبوع لو ما بيحب، اللي هي ديبوفيت او بايوفيت. لو مش عايز حقن يبقى اللي هي البخاخه اللي قلناها، اللي هي النازو سيانو كوبالامين، بخاخه في الصيدليه، بخاخه في الانف مره كل اسبوع لو مش عايزه تدي له الحقن. لو عايزه اقراص استحلاب، قرص بتحط تحت اللسان اسمه دلتا فيت اقراص يوميا كل يوم بعد الفطار. يبقى في ثلاث حلول اهو، يا الحقن يا البخاخه يا القرص اللي تحت اللسان. طيب في مسج تانية بتقول دكتور بعد اذنك انا عملت فرد لشعري بعد اسبوع لقيته وقع بكميه كبيره، هو هينبت تاني وايه العلاج؟ يعني احنا عملنا حلقه يا جماعه مخصصه عن ده. بلاش يا جماعه الفرد، فرد البروتين ده كل اللي بيخدعوكم سواء بروتين بوتوكس مش عارف كولاجين، كل ده نصب في نصب وبهدله لشعركم. مفيش واحده عملت الحاجات دي وشعرها فضل. يعني المشكله يا دكتور ان البنات للاسف ما يعني ما بيتعظوش غير لما خلاص تخسر شعرها، يعني شعرها بيقع. هو على العموم تاخدي اي حاجه من اللي احنا قلناها برضو في حلقه الفرد، ممكن تستعملي توب هير او سترونج فيل سبراي تدليك لفروه الراس مرتين في اليوم، شامبو من نفس النوع مرتين اسبوعيا، كريم من نفس النوع برضو مره يوميا، مع حاجه بقى مالتي فيتامينز للشعر، ممكن اسجو بايون او بايوتين المصري مرتين يوميا مع رويال بيجي بعد الفطار كل يوم، تمشي عليهم بقى كورس اربع او خمس شهور. تمام. في كمان مسج تانيه بتقول عاوزه بديل لهرمون الغده الدرقيه عشان ناقص بقاله فتره من كل الصيدليات. لا، هو الالتروكسين نزل خلاص موجود دلوقتي، يعني ممكن تسالي كام صيدليه هتلاقيه ان شاء الله بينزل لنا بكميات معقوله دلوقتي. هو الالتروكسين او البديل بتاعه يسيروكس، يا ده يا ده، هو ما لهمش بديل، هو يا ده يسيروكس او التروكسين، بس صدقيني موجود، بينزل لنا الصيدليات. هو فتره ما كانش موجود خالص. بس بعد ما سعره زاد هو بقى ب 60 جنيه العلبه اللي هي ال 100 والصغيره ب 40، بقى موجود اللي هي ال 50، يعني متوفر جدا دلوقتي، بس ممكن يكون عايز بحث شويه، يعني اسالي في كام صيدليه هتلاقيه ان شاء الله. طيب في مسج تانية بتقول استخدام نيوروفيت كمصدر لفيتامين بي هل امن ولا عادي، والجرعه قد ايه في اليوم؟ شكرا جزيلا. نيوروفيت راس على حسب برضو الاعراض، لو كان في خدلان ورعشه شديده يبقى مرتين يوميا، لو الاعراض بسيطه يبقى مره يوميا، ومامون في الاستعمال فترات طويله ما فيش منه مشكله يعني. طيب في مسج تانية بتقول هو لاسكار جل اسمه كده اوكي، متوفر في الصيدليات لاني مش لاقياه. موجود جدا، واي صيدلي ممكن يجيبه من شركات التوزيع الشهيره. لو مش لاقي الاسكار خالص في بدايل ليه ممكن تكون اغلى، في حاجه اسمها سكارو جل، هو نفس يعني قريب منه سكارو جل بس يمكن اغلى شويه لو مش لاقي الاسكار. بس اي صيدلي يقول له هو موجود في شركات التوزيع هو ممكن يطلبه لك عادي، وصنف بس نازل جديد.
طيب في مسج تانية بتقول دكتور عايزة حاجة لسقوط الشعر يكون حلو وينفع مع الرياضة، مع العلم عندي أنيميا. الرضاعة 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 سوري الرضاعة الاسبريهات عندي أنيميا. الاسبريهات اللي احنا قلناها من شوية توب هير أو سترونج فيل أو إيبا أكت، تدليك لفروة الراس على الناشف مرتين يوميا، سترونج فيل كريم مرة يوميا، سترونج فيل شامبو مرتين أسبوعيا. للأنيميا بقى خدي ممكن في كياس اسمها فورتري أو كبسول اسمه فيروجلوبين، كبسول مرة الكبسول مرتين يوميا أو الكياس مرة يوميا مع حاجة زي أسجوبيون أو بيوتين مرتين يوميا، يمشي على الكرسي ده 4 شهور. تمام. مسج تانية بتقول هل الدوخة المستمرة ليها علاقة بجرثومة المعدة؟ ممكن ليها طبعا ليها دخل، لان جرثومه المعده طبيعي بتاثر اصلا على الشهيه والاستفاده من الاكل، ممكن تسبب حاجه زي كده، بس برضو اعملي تحليل هيموجلوبين شوفي ممكن يكون في انيميا، ممكن يكون عندك نقص فيتامين بي 12 اللي احنا قلنا من شويه بالزبط. اللي هو بيعمل دوخه وهبوط وكلام من ده. في مسج تانية برضو بتقول لو سمحت يا دكتور اعراض نقص فيتامين بي وهل ليها علاقه بالبقع على الوجه وايه سبب ان الضغط دايما منخفض؟ احنا قلنا طبعا اعراض نقص فيتامين بي 12 كامله من شويه. بالنسبه للضغط المنخفض يعني هو بقى له اسباب كتير جدا، بس اشربي سوائل كتير، سكر خفيف هتعالج حاجه زي كده. بالنسبه للبقع اللي في الوجه ليها برضو اسباب كتير، لو بقع بيضه ممكن يكون التعرض للشمس نفسه يعمل البقع دي، ليها اسباب كتيره جدا. فشوفي لازم طبعا طبيب جلديه يشوف الجلد ويشوف البقع يعرف سبب الحاجة. طيب ابني 7 سنوات بنعمل له صورة دم فبيكون عنده نقص في فيتامين ب، ما افضل علاج له وكذلك اعمار 14 و17 سنة؟ الصغير عنده قد ايه؟ 7. 7. بالنسبه للكبار ما فيش مشكله، يعني ممكن ياخدوا نيوروفيت لو هي ما قالتش بي 12، يعني الفيتامين بي بصفه عامه. الاطفال في شراب اسمه ميديفيت شراب موجود في الصيدليات، هو او ايبوكوزيم شراب، ايبوكوزيم او ميديفيت دي اشربها للاطفال بتاعت نقص فيتامين بي كامل كومبلكس يعني. بالنسبه للكبار اللي هم 14 سنه بياخدوا زي جرعه الكبار بالظبط، في نيوروفيت او نيوروتون اقراص او نيوروتون نيوروفيت نيوروبين ميلجا، الحاجات دي كلها فيها فيتامين بي كومبلكس. لو سمحت يا دكتور جزاك الله خير، ممكن نوع فيتامينات سعره كويس وفي كل المعادن يغني عن كل شيء منفصل وينفع مع الرضاعة؟ في نوع اسمه ريال فيت جي حلو قوي ورخيص. ريال فيت جي حبايه كل يوم بعد الفطار، ريال فيت جي اصل يعني هو احنا نقدر نقول عليه بديل السنترم المستورد، رويال فيت جي حبايه بعد الفطار هتديكوا كل اللي انت عايزاه. لو مش متوفر في ابي فورتيل، في فيتامونت سيدات، الحاجات دي كلها تمشي للمرضعات. حبايه يوميا. طيب في كمان مسج بتقول عاوز فيتامين غير الملجا يكون به لا هو الملجا فيتامين بي مركب. اوكي. انما لو عايز فيتامين بي 12 اقراص يعني دلتا فيت او اورا فيت بي 12 او نيرف دوكس ناقص، يبقى خلينا في الدلتا فيت او اورا فيت بي 12. لو عايز بخاخه اللي احنا قلنا عليها اللي بتتاخد كل اسبوع النازو سيانو كوبالامين، او حقن ديبو فيت بايو فيت ديبو فورت. طيب في مسج تانية بيقول انا باخد بي 12 كل فتره وبدون انتظام كوقايه مش علاج، هل ده عادي ومسموح بيه ولا غلط علشان الكبد؟ والله لو واحده كل فتره كل 10 ايام ما عندكش مفيش مشكله، يعني مفيش منها ضرر، بس طبعا الافراط فيها غلط. يعني انك كل يوم تاخد لك حقنه وكل 3 ايام وانت ما عندكش حاجه، لا طبعا غلط، انما كل فتره كده مفيش مشكله، يعني انت لو عايزها وقايه نقول مرتين في الشهر مثلا. طيب كمان مسج بتقول ايه احدث حاجه في فيتامين بي للاعصاب كمكمل غذائي؟ احدث حاجه دلوقتي هو في انواع حقن كل يوم بيطلع حقن، بس هي في الاخر نفس التركيز اللي احنا قلناهم، هم نفس الحاجه، اي حقن جديده بتطلع بتبقى نفس التركيز بتاع الحقن القديمه، دي بوفيت بايو فيت كوبالامين دي بوت الحاجات دي. او في راس استحلاب زي ما قلنا الدلتا فيت، او البخاخات زي نازو سيونو كوبالامين. طيب نرجع تاني لكبسولتنا وفيتامين بي 12، كلمنا اكتر يا دكتور عن اهميه فيتامين بي 12 كمقوي للاعصاب. كمقوي للاعصاب هو مهم لاداء وظيفه الدماغ ووظيفه الخلايا العصبيه. يعني هو مهم لحاجتين، للاعصاب كالجهاز العصبي، وكمان العقل الاداء القدرات العقليه. يعني مش للتنميل والتهابات الاطراف بس، كمان القدرات العقليه بيأثر عليها بتركيز مباشر. ليه بقى؟
فيتامين بي 12 مهم للحفاظ ومهم لبناء حاجة اسمها مادة دهنية اسمها المايلين. المادة دي مهمة جدا للخلية العصبية. مادة المايلين دي مهمة جدا أو مهم جدا فيتامين بي 12 عشان بنائها. المادة دي أهميتها الكبيرة إن هي بتسبب النمو الصح للخلايا العصبية. هي بتغطي الخلايا العصبية. عشان الخلايا العصبية أو الجهاز العصبي يشتغل كويس لازم وجود المادة دي. المادة دي أساسي فيها فيتامين بي 12 لتكوينها. نقص فيتامين بي 12 التأثير المباشر ليه في الجهاز العصبي المركزي إن هو بيعمل اعتلال عصبي ممكن يوصل للخرف أو الجنون. فهو مهم جدا في القصه دي. هو ممكن يعمل مشاكل في النخاع الشوكي لو نقص فيتامين بي 12 قلته او نقصه بيسبب بشكل مباشر مشكله في النخاع الشوكي وده في منتهى الخطوره. طبعا القدرات العقليه بتزيد والاضطرابات العقليه بتزيد مع نقص فيتامين بي 12. احنا قلنا ان هو بيسبب اكتئاب نقصه. غير كده كمان وجوده بالشكل الكافي بيدلنا زياده في القدره في التفكير والتركيز والانتباه. ففيتامين بي 12 حاجه يعني مهمه للقدرات العقليه والجهاز العصبي. على فكره نقصه كمان ممكن يعمل تشوهات في المشي. يعني واحد ما يعرفش يمشي كويس. التشوهات والحركه للاطفال او للكبار. اي حد عنده نقص في فيتامين نقص حاد في فيتامين بي 12 هيأثر على قدرته على المشي حتى بالطريقه السليمه. طيب دكتور هل في اضرار ان احنا نكتر من فيتامين بي 12؟ زيه زي اي فيتامين. الكتره غلط طبعا. بس هو احنا بنقول ان المفروض سبحان الله يعني ان الجسم اصلا ما بيمتصش فيتامين بي 12 كامل. احنا بنمتص بكميه بسيطه خالص. فصعب جدا ان حد يوصل لدرجه سميه من فيتامين بي 12. يعتبر ما فيش اصلا سميه منه لان احنا كده بناخد كميه بسيطه او الجسم بيقدر يمتص كميه بسيطه منه. مش بالقدر الكبير. فما لقوش حتى اضرار لو حد اخد جرعات زايده منه مش مضره قوي. بس في حالات طبعا الافراط بقى الزايد قوي عن الحد ممكن يسبب بعض الاضرار. هي نادره بس ممكن تحصل. ممكن تعمل اسهال. ممكن يعمل غثيان. ممكن يسبب حب شباب. مع ان الجرعات السليمه منه بتحمي اصلا من حب شباب. لا الجرعات الزايده بقى ممكن تسبب حب شباب. بتقلب للضد يعني. ممكن يسبب طفح جلدي. ممكن يعمل زياده في حجم الدم وعدد خلايا الدم. الزياده برضو مش كويسه. ممكن يسبب صعوبه في البلع. الزيادة المفرطة فيه. ممكن يعمل تغير في لون البول. ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم. ممكن كمان يعمل احمرار في الوجه وحكة في الجلد. ممكن زيادة في ضربات القلب. بس طيب حد لو زادت نسبة فيتامين بي 12 عن الحد وقف على طول المكملات اللي فيها فيتامين بي 12 خالص. مع الوقت الجسم هيقدر يستعيد المعدلات السليمة. طب ايه بقى المعدلات السليمة او الفئة العمرية لكل فئة عمرية ايه الكمية الموصى بيها من فيتامين بي 12؟ الرضع اللي هو من 0 لـ 6 شهور بيحتاجوا 4 من 10 مايكرو جرام يوميا. الفئة من الرضع من 7 لـ 12 شهر بيحتاجوا 5 من 10 مايكرو جرام كل يوم. الفئة بتاعت الأطفال من سن سنة لـ 3 سنين 9 من 10 مايكرو جرام على اليوم. السن أطفال من سنة لـ 3 سنين 9 من 10. الأطفال من 4 لـ 8 سنين 1.2 من 10. الأطفال من 9 لـ 13 سنة 1.8 من 10. في بعد كده اللي فوق 14 سنة بيحتاج 2.4 من 10. الحوامل بيحتاجوا أكتر شوية 2.6 من 10. المرضعات بيحتاجوا نسبة أكبر شوية 2.8 من 10 بشكل يومي. طيب أخيرا يا دكتور كلمنا عن التداخلات الدوائية لفيتامين بي 12. فيتامين بي 12 زيه زي أي دواء في الدنيا أو زي أي فيتامين ممكن يتداخل مع بعض الأدوية اللي بتؤثر على امتصاصه وبتؤثر على كميته في الجسم أو الـ 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 النسبة اللي موجودة بتاعته في الجسم. في بعض الأدوية اللي ممكن تأثر على حاجة زي كده هنذكر منها مثلا في مضاد حيوي شهير اسمه كلورامفينيكول. ده من مضاد حيوي شهير. في أبحاث قالت إنه بيتداخل مع تجاوب خلايا الدم مع فيتامين بي 12. يعني بيؤثر في تجاوب خلايا الدم مع فيتامين بي 12 فبيأثر فيه.
في برضو الأدوية اللي هي بتاعة الحموضة اللي هي مثبطات البروتون زي الأوميبرازول والحاجات دي، برضو لقوا ان امتصاص فيتامين بي 12 بيقل مع المواد دي زي اللانزوبرازول زي ما قلنا او الأوميبرازول. وبرضو كمان فيه اللي هي ال H2 اللي هي ال برضو مضادات الحموضة اللي هي اللي بنقول عليها حاصرات مستقبل الهستامين H2 غير الرانتيدين والحاجات، برضو بتأثر على بتتداخل مع امتصاص فيتامين بي 12. في برضو الميتفورمين، الميتفورمين ده دواء السكر الشهير زي السيدوفاج والجلوكوفاج والحاجات دي، بيعمل خلل في حركة الأمعاء، بيزود نمو، ممكن يساعد في نمو البكتيريا اللي ده بيأثر برضو في الآخر على امتصاص فيتامين بي 12. فالحاجات دي كلها الأربع مواد دول لو حد بياخدهم لازم يراعي حاجة زي كده ويقول للطبيب ان هو يوصف له حاجة فيتامين بي 12 بطريقة تانية زي الحقن مثلا عشان المشكلة دي. حلوة قوي. طيب هناخد بقى شويه رسائل جات لنا كده يا دكتور. في مسج بتقول لو سمحت عايزه حاجه لتخسيس البطن والجناب بس تكون حاجه تجيب نتيجه. طبعا لازم نظام غذائي الاول، لازم حركه، لازم تعمل اي نظام بدني. احنا قلنا في اول الحلقه ماده الجارسينيا في منها حاجه اسمها سيلفستر في الصيدليه او ميباكو سليم يدايا، ده بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه 3 مرات مع كوبايه ميه كبيره، مع تاخد كمان ماده الاورلستات حبايه قبل الغداء والعشاء. بس لو هتاخدي الاورلستات لازم تاخدي مالتي فيتامينز. احنا اتكلمنا في حلقه التخسيس ان ماده الاورلستات بتحرمك من فيتامينات في الجسم، فلازم تاخدي مالتي فيتامينز معاها زي منرافيتي كبسول حبايه بعد الفطار والاورلستات قبل الغداء وقبل العشاء. في مسج ثانيه بتقول دكتور انا جبت الفوار بتاع خشونه الركبه اللي هو الكولاجين، العلبه فيها 10 باكيتات، بيتاخد ازاي لان مفيش نشره استعمال، واخد ايه فتره زمنيه، وهل كل يوم كيس ولا اعمل ايه؟ اللي هي قصدها كولاويل، كولاويل ده كيس واحد يوميا ممكن بعد العشاء كل يوم لمده 3 شهور، وتاخد معاه اي مضاد التهاب زي حاجه اسمها ريكوكسوبرايت او اي مضاد التهاب هي ماشيه عليه، مفيش مشكله. بس هو لوحده مش هيجيب نتيجه، لازم مضاد التهاب معاه، انما هو بيساعد على بناء الغضاريف وبيساعد يعني على علاج الخشونه المفاصل. طيب في مسج تانية بتقول افضل كريم للبشره الدهنيه فيه كولاجين. في حاجة اسمها انفينيتي انتي ايجينج، في سي ميكس سيروم، الحاجات دي كلها فيها كولاجين بنسبة عالية. بتتاخد بتدهن الانتي اللي هو الانفينيتي انتي ايجينج، في منه نايت ودي يعني نهاري وليلي. النهاري بيبقى فيه حاجة وقاية من الشمس كمان، الليلي بيبقى بالليل بس ما بيبقاش فيه وقاية شمس. ممكن استعمال الاثنين عادي او السي ميكس سيروم، او في حاجة اسمها ايفا كولاجين برضه شغال. ودول مش بيسببوا اللي هو ملمس دهني للبشرة عشان هي بشرتها دهنية؟ لا، هو الحاجات دي سيرم، لا ما بتعملش الكلام ده، انا قلت سيرم عشان كده. اوكي. في مسج تانية بتقول بمناسبه التحذير اللي نازل من كل حقن المسكنات زي الفولتارين والكاتافلام، والحقن دي هي اللي بتريح رجل والدي، ايه البديل يا دكتور؟ احنا كنا قلنا في الحلقه اللي فاتت الحكايه دي، وعلى فكره السؤال ده منتشر بطريقه كبيره جدا. يا جماعه المسكنات مضادات الالتهاب سواء فولتارين كاتافلام او الكاتافاستيك ياس، اي مسكن من المسكنات دي امن طول ما احنا بنستعمله بجرعه سليمه تحت اشراف الطبيب. التحذير ده مبالغ فيه، التحذير ده انا شايف ان جاء يعني جانب اللي نشروا التوفيق ليه رعب الناس. ما يقول مثلا الكيس كيس الفشل، كيس بداخله يسبب الفشل الكلوي او الفشل الكلوي في كيس، قصده على كيس الكاتافاستيك، مفيش كلام فاضي من ده يا جماعه. الحكايه كلها انك تاخد العلاج الدواء بتاعك بجرعه سليمه، لازم يكون تحت اشراف الطبيب. عايز تاخد مسكن، نصيحتي ليك اشرب ميه كتير، كوبايتين 3 ميه مع المسكن. ليه؟ المفروض المسكنات دي بتثبط حاجه اسمها البروستاجلاندين، البروستاجلاندين ده عشان تخفف الالم والالتهاب، بيقلل وصول الدم للكلى. فاحنا عشان العرض ده ما يحصلش نشرب ميه كتير مع المسكن عشان نوصل الدم للكلى بالطريقه السليمه. وكمان لو انت عندك قرحه او تعب في المعده خد حاجه للمعده معاك، انما ما تخافش طول ما الطبيب كاتبه لك ما تقلقش. عشان كده في ناس احيانا لما شافت المنشور ده يكون الطبيب مثلا كاتب لها فولتارين او كاتافلام او اي مسكن، فالمريض يقول الدكتور ده عايز يموتني، الدكتور ده عايز لا، يعني. لا هو الطبيب عارف هو كاتب ايه. الحكايه كلها ان في مثلا مرضى الكلى او مرضى الكبد ليهم محاذير معينه، الحوامل ليهم محاذير معينه، اللي يعرف حاجه زي كده مين؟
الطبيب او الصيدلي حتى الجأ له واساله قول له انا باخد ده هل هو مأمون او مضر، فانت التزمي بعلاجك ما تخافيش خالص، بدل تحت اشراف الطبيب ما تقلقش، الطبيب هو مهمته مصلحتك، ما تخافش من الدواء بتاعك وكمله ما دام تحت اشراف الطبيب. دكتور باهر يعني نورتنا وكالعادة كده دايما بتدينا نصايح بنستفيد منها وبنتعلم منها كل حلقة، نورتنا جدا ونشوفكم إن شاء الله على خير الأسبوع اللي جاي. كده خلصت فقرتنا، هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هيكون معانا فقرة إن بوكس سبورتس.